ليلى دهينة إبا برلماني عن جهة العيون. صافية الكاميرا تعود. ليلى دهينة إبا برلماني عن جهة العيون صافية الكاميرا ورئيسة تجمع الشباب بالبرلمان الإفريقي. احتضنت اليوم جهة العيون حاضرة الأقاليم الجنوبية المنتدى الجهوي لهيئة تجمعية لمنتخبي الأحرار. هذا المنتدى الذي يعتبر فرصة لمنتخبي جهة العيون صافية الحمراء بلقاء السيد الرئيس وتشخيص الوضع الحالي في الأقاليم الجنوبية، كذلك هو محطة مهمة لتعزيز أدوار المنتخبين التجمعيين. كان كذلك هذا اللقاء فرصة لإلقاء السيد الرئيس عرض حول مقومات الدولة الاجتماعية وحول الحوار الاجتماعي وحول دعم السكن وأسس الدولة الاجتماعية، وكان كذلك فرصة لنا كمنتخبين للقاء عموم المواطنين التجمعيين والتجمعيات وفتح نقاش حول كل القضايا التي تهم المواطن بدرجة أولى. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سيت تي في.